السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نديروا وضعية إدماجية تحتوي على الكسور باش نشوفوا كيفاش نحلوا مسائل بالكسر. درت لكم هنا وضعيتين، يعني واحدة عبارة عن تمرين صغير والثانية تمرين آخر. الفائدة من هذه التمرينات ولا الوضعيات حتى يتسنى للتلميذ كيفاش يتعامل مع الكسر في المسائل. نبدأ. التمرين الأول: حقل المستطيل، طوله 75 متر، عرضه 2 على 3 من طوله. سؤال: ما هو محيطه؟ هنا قبل ما نبحث عن المحيط، ما نبحث عن الطول العرض. أنا عندي الطول والعرض، ما عنديش الطول، عندي قيمة تاعو اللي هي 2 على 3 من طوله. الشيء الأول والحاجة الأولى اللي نبحث عليها هو طول العرض. ما هو عرض الحقل؟ طول العرض تاعو ولا عرضه؟ ما هو العرض؟ العرض هو 2 على 3 من طوله. إذا نبحث عن العرض، نديرو 75 نضربوها في 2 نقسموها على 3. كيكون عندنا كسر دائما الرقم العدد تاعي نضربوه في البسط، والنتيجة اللي تحصل عليها نقسموها على المقام. إذا 75 في 2 نلقاو 1500، 75 في 2 عفوا 150، قسمة 3 يصبح عندنا 50 متر. إذا العرض هو 50 متر. نكتب هنايا العرض هو 50 متر، كتبناها يعني هنايا كتبناها أفقية، نعاود نكتبوها هنا عمودية. 75 في 2، 2 في 5 10، 2 في 7 14، و 1 15، قسمة 3. 1 قسمة 3 نستطيع ناخذ رقمين، 15 قسمة 3 5، 5 في 3 15، نطرح 0، ننزل الصفر نقسمه على 3 هو الصفر، 0 في 3 0، نطرح 0 ناقص 0 0. إذا العرض هو 50 متر. هنا نبحث على المحيط. المحيط ما هي القاعدة تاع المحيط؟ هي الطول زائد العرض اللي نتحصلوا عليه نضربوه في 2. إذا الطول عندي 75 والعرض حصلت عليه هو 50، نجمعوهم 5 زائد 0 5، 7 زائد 5 12، قسمة 2. عفوا، الطول زائد العرض في 2، 2 في 5 10، 2 في 2 4 و 1 5، 2 في 1 2. إذا المحيط هو 250 متر. الكتابة الأفقية: 75 زائد 50 الكل في 2 يساوي 250 متر. هذا هو التمرين الأول، كيفاش تعاملنا مع الكسر. نضرب دائما العدد نضربه في البسط، ثم الناتج نقسمه على المقام. نقبل التمرين الثاني. وزع الأب مبلغا من المال قدره 7500 دينار على أبنائه الثلاثة. فأخذ الابن الأول أحمد 2 على 10 من المبلغ، وأخذ محمد 3 على 5 من المبلغ، أما الابن الثالث أخذ الباقي. كم أخذ كل من أحمد ومحمد ومحمود؟ نبحث كم المبلغ الذي أخذه، المبلغ الذي أخذه الابن الأول. الابن الأول المبلغ هو 7500، أخذ منها أحمد 2 من 10، معناتها دائما نضرب في 2 ونقسم على 10. 7500 في 2، 2 في 0 0، 2 في 0 0، 2 في 5 10 نحتفظ، 2 في 7 5 14، 1 15، تحصلنا على 15000. نقسمها على 10 نحذف الصفر، إذا الجواب هو 1500 دينار. أخذ الابن الأول 1500 دينار، أخذ الأول 1500 دينار. نبحث عن المبلغ الذي أخذه الابن الثالث. المبلغ الذي أخذه الابن الثاني أخذ محمد 3 على 5. إذا نكتب المبلغ 7500 نضربها في 3 نقسمها على 5. 7500 نضربها في 3، 3 في 0 0، 3 في 0 0، 3 في 5 15، 3 في 7 21، 1 22. إذا 22500 راح نقسمها على 5. 22 قسمة 5 4، 4 في 5 20 نطرح تبقى لي 2، ننزل ال 5. 25 قسمة 5 5، 5 في 5 25 نطرح 0، ننزل الصفر نقسمها على 5 0، 0 في 5 0 نطرح 0، ننزل الصفر الباقي الأخير، 0 قسمة 5 0، 0 في 5 0 نطرحه 0. إذا أخذ الابن الثالث 4500 دينار. نبحث عن المبلغ الذي أخذه، المبلغ الذي أخذه الابن الثالث، الابن الثالث
قبل ذلك نجمع المبلغ الذي أخذه الابن الأول هو 1500، المبلغ الذي أخذه الابن الثاني هو 4500، إذا مجموع المبلغ الذي أخذه الابنان معا هو 6000 دينار. أخذ الابن الثالث الباقي، إذا المبلغ الكلي هو 7500 ناقص 6000 نجد 1500. إذا أخذ المبلغ الذي أخذه الابن الثاني هو 1500 دينار. نعاود نشرحها لكم. دائما كي نلقى الكسور ما فيش مشكل، يعني نضرب دائما المبلغ في البسط ونقسم على المقام. هنا المبلغ الذي المبلغ الكلي الذي وزعه الاب هو 7500، اخذ الابن الاول 2 من 10، نضرب في 2 نقسم 10 تحصل على 1500. المبلغ الذي اخذه الابن الثاني هو 3 على 5 من المبلغ، اذا 7500 نضربها في 3 نقسمها على 5 لقينا 4500. المبلغ الذي اخذه الابن الثالث هو اخذ ما تبقى، اذا نجمع المبلغ الاول تاع الابن الاول مع الابن الثاني المبلغ الذي اخذاه معا، جمعنا لقينا 6000، ثم نطرح 6000 من المبلغ الكلي هو الباقي اخذه الابن الثالث. اذا 7500 ناقص 6000 المبلغ الذي أخذه الابنان معا نتحصل على 1500. إذا المبلغ المتبقي هو 1500 دينار. إن شاء الله تكونوا فهمتوا المسائل هذو، يعني عملية سهلين نعرف نعرف كيفاش نتعامل مع الكسور. دائما نضرب العدد المبلغ ولا الثمن تاع أي شيء، ولا دائما نضربه المبلغ اللي يكون عندنا دائما نضربه في البسط ونقسمه على المقام. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الموضوعين. إلى الملتقى بإذن الله.